بسم الله الإله الواحد أمين. يا رب نشكرك نباركك ونمجدك ونسبحك ونخدمك ونعترف لصلاحك وتحننك ورعايتك وطول أناتك. مبارك هو اسمك القدوس، متزايد مجد، متزايد بركة، متزايد علو إلى الأبد. يا إله كل المحبة وأبو كل رأفة، يا من دعوتنا لعلاقة وشركة خاصة بيك، اقبلنا يا ربي إليك، متعنا بحضورك، عيشنا يا ربي بشخصك، اكشف عن عينينا لنرى عجائب يا ربي من شريعتك، قدسنا يا ربي في حقك، كلامك يا رب هو حق، يا من تعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. تحنن علينا يا الله بمراحمك بشفاعة أمنا القديسة الطاهرة مريم وقرودنا ماري مرقس الإنجيل الطاهر والشهيد. اسمع واستجيب لينا، لأن ليك يا رب كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين. نكمل سفر أرميا إصحاح 16. أرميا 16، ثم صارت إلي كلام إلي كلام صارت إلي كلام الرب قائلا. زي ما اتفقنا إن سفر أرميا عبارة عن مجموعة من الرسائل كان يتلقيها أرميا من ربنا ويروح يقولها للشعب. لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع. برضك من ضمن الرسائل اللي ربنا بعتها إنه استخدم أرميا كوسيلة إيضاح أو كنموذج. وربنا قال لأرميا ما تتجوزش وما تخلفش، لا يكون ليك بنين ولا يكون ليك بنات ولا تكون ليك امرأة. عشان كده كان أرميا بتولا بأمر من ربنا، لأن ربنا كان عايز يخلي أرميا ده مثال أو وسيلة إيضاح إن مفيش حياة بعد كده، لا في فرح بعروسة ولا في فرح بأولاد ولا في فرح ببنات، بل في قبول دينونة مخيفة. فقال له ما تتجوز، ما يكونش ليك بنين ولا بنات في الموضع ده، لأن الموضع ده هيخرب. لأنه كذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع اللي هو أورشليم، وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم، وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض. نبوة على كل البنين والبنات أو الأجيال اللي جاية بعد كده. ميتات أمراض يموتون ولا يندبون ولا يدفنون، بل يكونوا دمنة على وجه الأرض، بالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. إن دي كانت رحمة من ربنا لأرميا إنه ما يتجوزش وما يخلفش، لأن كل الجيل اللي جاي هيموت إما بالوباء بالمرض أو بالسيف بالقتل أو بالجوع، والثلاث حاجات دول مرتبطين بالخطية. الخطية مرض بيتنقل بسرعة، الخطية تجيب موت، أجرة الخطية موت، والخطية جوع، حالة من الجوع، الإنسان جعان عشان كده بيعمل الخطية. مش بس يموتوا وكمان ما يدفنوش، يبقوا مرميين في الأرض من كتر الموت اللي حيملأ، محدش فاضي إنه يكفن ويدفن، فهيبقوا كدمنة. دمنة يعني حاجة نجسة ريحتها عفنة، مرمية على وش الأرض. فمش بس هيموتوا، لكن كمان محدش هيدفنهم ولا يكفنهم.
يكونوا مأكل لطيور السماء ولوحوش الأرض، لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للند ولا تعذهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، الشعب اللي أصر على نسيان الله وعلى خداع الله. لازم السلام بتاعه يتنزع، ما يبقاش فيه راحة ولا هدوء، زي ما قال قبل كده في أشعياء: لا سلام قال إلهي للأشرار. وكمان ما تخشش بيت النوح، يعني البيت اللي فيه تعزية، في موت لكن ما فيش لا دفن ولا تكفين ولا كمان تعزية. نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب، الإحسان والمراحم. الإحسان والمراحم تنزع من هذا الشعب، لا سلام ولا إحسان ولا مراحم، فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم. يخمشوا أنفسهم يعني يعوروا أنفسهم، ودي كانت عادة، يعني عادة الشعوب الوثنية، إن لما يبقى عندهم ميت يحط الطين على رأسهم ويشدوا شعرهم ويعوروا نفسيهم، كنوع من أنواع الحزن يعني. فإن حتى من كتر الموت محدش هيعبر التاني، ولا يجعلون قرعة من أجلهم، ما يشدوش انتفوا شعرهم، يعني سواء اللحية أو الرأس. كان بيقول آية بقى خطيرة في عدد 7: ولا يكسرون خبزا في المناخة ليعذوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم. ودي كانت العادة، إن ما زالت العادة دي موجودة عند بعض الأسر، إن لازم لما يبقى فيه ميت يعملوا أكل، سماه كده ما يكسروش خبز في المناحة وما يشربوش كأس تعزية. دي كانت الوسيلة بتاعت التعزية، أكلوا أهل الميت يعني ويشربوه. تدليل إن محدش فاضي للتاني ومحدش هيقدر يعزي التاني. لكن سيد المسيح عمل حاجة، عمل العملية دي في ليلة موته، كسر خبز بتاع المناحة، لما خد الخبز وكسر وإداهم وقالوا خذوا كلوا هذا هو جسدي، خد كأس وإداهم وقالوا اشربوا هذا هو دمي. فبقى جسد ودم المسيح التعزية بتاعتنا قدام الموت، أو سلاح الغلبة بتاعنا على الموت، سواء موت الخطية اللي بيحصل أو الموت الجسدي. عشان كده مهم قوي إن الإنسان ياخد التعزية الحقيقية من خبز المناحة ومن كأس المناحة اللي هي جسد ودم المسيح. لما بيقول هيأت مائدة تجاه مضايقية، مش حاجة بتضايقني قد الموت. الآخر عدو يقتل هو الموت، فعشان أغلب الموت ده ربنا عمل لي مائدة، هي لي مائدة أغلب بيها الموت. فالمسيح كده في ليلة موته كسر هو خبز المناحة عشان يعزي التلاميذ بتوعه، وسقاهم كأس التعذية. فقال للأرمية مش هيبقى في تعزية في خراب أورشليم، ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب، لأنه كذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم، وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. مش بس السلام اتنزع والإحسان اتنزع والمراحم اتنزعت، كمان الفرح اتنزع.
عشان كده من ضمن المقابلات اللطيفة، من ضمن بركات قيامة رب المجد سيد المسيح، لما ظهر للتلاميذ بعد القيامة الحاجتين اللي اداها لهم، اداهم السلام لما قال لهم سلام لكم، ودي كانت أول مرة المسيح ينطق بالسلام، والتانية قال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم. وفعلا التلاميذ لما شافوا ربنا يقول ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فالسلام والفرح المنزوعين استردناهم بقيامة المسيح. عشان كده الإصحاح ده مهم أوي، يرتبط بموت المسيح وبقيامته. فهو قال لهم مش هيبقى عندكم لا سلام ولا إحسان ولا مراحم ولا فرح ولا تعزية، لأن كل حاجة هتبطل في خراب هذا الموضع أو في دينونة هذا الموضع. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم. الغريبة بعد كل الشر اللي عملوه يعترض على ربنا ويقول هو ربنا هيعمل فينا كل ده ليه؟ احنا عملنا ايه؟ وما زال ده حل الخاطئ، يقول لك وانا عملت ايه يعني؟ انا بعمل اللي كل الناس بتعمله، وربنا زعلان ليه يعني؟ انا عملت ايه؟ ليه ربنا يجيب الدينونه دي على زي قايين بردك؟ كان اول خاطي يقول ذنبي اعظم من ان يحتمل، ليه ربنا هيعمل كده يعني؟ فالتذمر والاعتراض على احكام الله، هما يقولوا احنا يعني كنا عملنا ايه عشان ربنا يعمل فينا كل هذا الشر العظيم؟ ما هو ذنبنا وما هي خطيتنا التي اخطاناها الى الرب الهنا؟ الانسان مش حاسس بخطيته. فتقول لهم، وصل لهم الرساله دي، من اجل ان اباكم قد تركوني يقول الرب وذهبوا وراء آلهة أخرى، لأنهم سابوني واعتمدوا على أشياء أخرى في حياتهم، على علاقات، على المادة، على اللذة، على المتعة، على الشغل، وعبدوها وسجدوا ليها، حطوا رجائهم واتكالهم عليها وأمانهم فيها، وسجدوا لها وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها. ارتباطنا بالله من خلال ارتباطنا بالشريعة بتاعته أو بالكلمة بتاعته أو وصيته. وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم. آبائنا غلطوا، طب وإحنا مالنا؟ قال لهم لا، وأنتم كمان أسأتم بتصرفاتكم بأعمالكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عين قلبه الشرير. تحط ألف خط تحت العبارة دي، ما هي دي أصل الخطية بتاعت كل واحد فينا، إن كل واحد ماشي وراء عناد قلبه الشرير، عناد بيعاند وبيقول أنا ما غلطتش، أنا اللي صح، أنا الكويس، بينما القلب شرير أصلاً. هي دي أصل الخطية، تتلخص في الكلمتين دول، أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لم تسمعوا لي. فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباءكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. الآلهة الغريبة دي أي حاجة احنا بنحطها مكان ربنا في حياتنا، حط رجاءنا فيها، اتكلنا عليها، أمننا فيها، أي حاجة
أي شخص، أي مادة، أي علاقة أنا بحطها مكان ربنا في حياتي وبخضع ليها وبتعبد ليها، ربنا يقول كده: لا أعود أعطيكم نعمة. آيتين في منتهى الخطورة، كل واحد ذاهب وراء عناد قلبه الشرير، والكلمة التانية: حيث لا أعطيكم نعمة. لأن نعمة ربنا دي اللي بتخفف علينا، هي اللي بتقدم لنا الغفران، هي اللي بتدينا اللي احنا ما نستحقهوش. فلو فقد الإنسان النعمة، الإنسان ضاع. لذلك هاي أيام تأتي يقول الرب: لا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أس. ما ده العمل الجبار اللي ربنا عمله في تاريخ شعب إسرائيل، طلعهم من أرض العبودية. بل يقول عبارة تانية: بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها. يبقى العمل الأعجب والأعظم من الإخراج من العبودية هو إن إحنا ربنا يرجعنا مرة تانية من السبي اللي إحنا رحناه بإرادتنا. يمكن راحوا مصر من غير ما يدروا واتخذوا على إخوانا، لكن السبي ده بقى الإنسان بيروحه وهو عارف اللي عمله كويس. لكن ربنا بيدي رجاء إن زي ما طلع من أرض العبودية، أعظم منها إنه يرجع من السبي اللي الإنسان راح له بإرادته. فده عمل الله العظيم. حتى لو الخطية سابتني، ربنا عنده مقدرة رائعة إنه يرجعني من السبي. ربنا ما بيقس منا، زي ما خرجنا من العبودية يخرجنا من السبي. بل أجمل من كده، المسيح عمل بقى خرجنا من سبي الجحيم مش من سبي بابل. ربنا عمل معنا عمل أعظم بأنه خرجنا من سبي الجحيم، سبى سبيا وأعطى الناس كرامات. بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت أبائهم إياها. فأنا ذا أرسل إلى جذافين كثيرين، يقول الرب. جذافين يعني صيادين، سواء صيادين سمك أو صيادين حيوانات. يقول الرب: فيصطادونهم. ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانسين، والقانس ده بردك اللي بيقنص أو يصطاد الحيوانات، فيقنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور. ربنا هيصطاد واحد واحد، لأن هم طبعا بعد خراب أورشليم هيتفرقوا بقى على كل جبل وعلى كل أكمة وعلى كل شق من شقوق الصخور، هيتبحطروا في كل حتة. فربنا هيصطاد واحد واحد. وهنا يورينا عمل الله الفردي، مش بس مع الشعب ككل، لكن عمله مع كل إنسان باسمه وبشخصه. لأن عيني على كل طرقهم، لم تستر عن وجهي ولم يختفي إثمهم من أمام. بنا شايف كل واحد بأعماله وبطرقه وأفكاره ومشاعره. مفيش حاجة مستخبية قدام عينين ربنا. وأعاقب أولا إثمهم وخطيتهم ضعفين، لأنهم دنسوا أرضي وبجثث مكروهاتهم ورجاساتهم قد ملأوا ميراثي. عشان كده ياخدوا عقاب ضعفين، إنهم دنسوا الأرض المقدسة. أورشليم دي مدينة الملك العظيم،
وبنتائج خطاياهم اللي هي جثث مكرهاتهم والرجسات والدنس ملأوا الميراث اللي مفروض هو مقدس لربنا فتدنس وتنجس. فربنا لما بيصطاد واحد واحد بيصطاده بالعقاب وبالخلاص، بالتأديب وبالنجاة، بيتعامل مع كل واحد. عشان كده ربنا مش بيتعامل معانا كلنا كشروة يعني، لا، ربنا بيتعامل مع كل واحد باسمه. فصرخ أرميا بصلاة جميلة قدام اللي ربنا أعلنه، قال له يا رب عذي وحصني وملجئي. طبعا هستخبى من كل اللي هيحصل ده، فين؟ مش لاقي حد استخبى فيه غيرك، انت عزي وحصني وملجئي. في يوم الضيق إليك يأتي الأمم من أطراف الأرض. وربنا ده ملجأ مش بس لشعب إسرائيل، لكل الأمم، لكل الشعوب، لكل القبائل. أي حد يقول للربنا أنت عزي وحصني وملجئي، فيك أستخبى من الضيق اللي جاي عليا، ربنا يقبل الكل حتى من أطراف الأرض. مهما كان الإنسان ده بعيد في أقصى أطراف الأرض، لكن يستطيع أن يأخذ ربنا عزه وحصنه وملجأ. ويقولون إنما ورث أباؤنا كذبا وأباطيل ولا منفعة فيه. الأبائنا يعني له حياتهم فيهم وجريوا وراه وكانوا فاكرين إن هو ده الحياة وهي دي المتعة وهي اللذة، في الآخر هيتضح ليهم إنهم جريوا ورا الكذب مش حقيقة، ورا الأباطيل اللي ما منهاش منفعة. هل يصنع الإنسان لنفسه آلهة وهي ليست آلهة؟ ما هو ده غباء الإنسان، يحط رجاءه واتكاله وأمانه في حاجة ما تقدرش تنجيه، ما تقدرش تديله فرح، ما تقدرش تعزيه. لا الخطية ولا الشهوة ولا العلاقات ولا المادة ولا الشغل ولا المركز ممكن يبقى إله. الإله ده اللي أنا بتكل عليه وبستند إليه وبأمن بيه وترجاه، لا يمكن في غباء الإنسان أنه يحط لنفسه أشياء ليست آلهة ويقول أن هي آلهة. لذلك ها أنا ذا أعرفهم هذه المرة، أعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون أني اسمي يهوى. فالله من خلال التأديب يعلن نفسه أن هو يهوى. يهوى يعني الوجود، الكينونة، الحياة. كلمة يهوى I am the being، أنا الوجود اللي كل شيء موجود يستمد وجوده مني. فالله بيعلن نفسه عن شخصه أنه هو الكينونة وأنه هو الكيان وأنه هو الوجود من خلال التأديبات اللي هتمر بيها البشرية. عشان كده لولا ان ربنا بيحب ولولا ان ربنا لسه حاطط رجاء فينا، لولا ان هو بيأدب، فما ناخدش تأديبات الله كأنها عقاب، لكن ناخد تأديبات الله كأنها محبة لينا، لانه باقي علينا، لان احنا غلاي جدا في عينيه، فهو لسه باقي علينا، عشان كده بيأدبنا وبيحاول معنا. نكتفي بكده، لو حد يحب يعلق على شيء تحت أمركم.
اجعلنا يا رب مستحقين ان احنا نقول لك بكل الشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ربنا يكون معاكم. سلام سلام. تعيش يا ابونا ربنا. سلام.